معك حق، بس ما نحمل حالنا كامل مسؤولية عن الشيء. يعني شو ذنبنا إذا كان الفساد ضرب كل زوايا المجتمع وصار الصحيح نشاز؟ مزبوط. وشو ذنبه الشاب يلي لساته بأول عمره عم يحلم وعنده طموح إنه يقضي كل وقته عم ينتقل من خيبة لخيبة؟ يا رجل، ما في يوم إلا بتسمع فيه ألف قصة وقصة عن شباب مثل الورد عم يروحوا هيك، شي جرائم، شي مخدرات، شي أصولية. وقت بسمع هالقصص ما فيني إلا حس إنه في جزء كبير من المسؤولية بيوقع علينا نحنا. والله ما بعرف شو بدي أقول لك، مزبوط كلامك، بس ما بتشوف معي إنه الفساد صار بقلب المجتمع والتصليح صار صعب؟ للأسف إيه. ويمكن نحنا نكون غلط. قولتك كل شي وارد. أنا برأيي إنك ما تيأس، المهم إنه الصح رح يفرض حاله. ما قلت لي أستاذ يوسف أنت هلا عندك روايتين جاهزين؟ شو الفائدة إذا كانوا جاهزين بس محبوسين بالدرج؟ أنا برأيي إنك ما تيأس، والشي الصح رح يفرض حاله. اللي تعالي يا شغل بالي، اللي تعالي يا شغل بالي، كوني حلالي على طول العمر، والقمر نور يا عيني 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 على مو على موج البحر. الله الله الله، يعني شيء مش معقول. يا عمي خبريني بس وين كنت مخبية هالموهبة؟ إجو، شو رأيك؟ أنا رأيي الهيئة رح أتعلم منها مش أنا أعلمها. الله يخليك، عن جد خجلتني، شكراً على المجاملة. لا وحياتك مش مجاملة، هيدي حقيقة. يعني كان سبق والسيد راشد حكي كثير عن صوتك، بس أنا بعد ما شفت وسمعت اليوم اللي حكاه السيد راشد قليل كثير. يعني قديش بدها دموزيل نينار حتى تكون جاهزة؟ يعني إذا بتحب سي جوزيف فيها بكرة تبلش بالشغل، ولكن في شوية تمرينات بدنا نشتغل على صوت على التكنيك، وبعتقد أسبوعين وبنكون جاهزين بإذن الله. عظيم. أهلا سي راشد. مرحبا يا شباب. يا أهلا يا أهلا سي راشد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كيفك نجمتنا؟ الحمد لله تمام. تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. شو جو؟ كيف شفت لي إياها؟ مسيو راشد، بوعدك وعد، بعد فترة زمنية بسيطة بيكون عندنا نجمة بتكسر الدنيا وبتكتسح الساعة الفنية اكتساح. يا عيني بس دخيلك، لا تحكي هذا الحكي قدامنا بتطمع فينا. ولو يا أستاذ. تفضل سي راشد تفضل. تسلمني حبيبي، أنا ما بدي أقعد. نينار أنا نازل على الشام. تمريني مشي. سلامتك. الله يسلمك. على كل حال إذا احتجتي أي شيء فيك تتصلي فيني، أنا ما رح أتأخر، 10 أيام بالكثير بكون هون. تروح وترجع بالسلامة أستاذ. يسلم عمرك. جوزيف توصيني شيء؟ سلامتك، بس مرة تاني جيب لنا معك برازي. بس هيك من عيوني تنتين. مسيو جو توصي شيء؟ ابدا، تروح ترجع بالسلامة. يخلي لياك، انا ما بدي اوصيكم بنينار، فترة غيابي بتحطوها بعيونكم التنتين. ها؟ يعني مسيو راشد بعد اللي سمعناه هلا، الله يخليك بدنا نطلب منك هي تتوصف لنا. يلا دير بالك عليها، باي باي. الله معك. باي، الله معك. وهلا ست نينار، خلينا نفوت بقى بالجد شوي. صوتك ما شاء الله جاهز للعمل، ولكن بيبقى عندنا شوية تمرينات نشتغل عليه، وفي آلية جديدة لعملية الغناء وتجدد الغناء. يعني بدي منك كل يوم أنا وياك نتمرن، وبعدين بدي منك لما تصحي الصبح تعملي ربع ساعة تمرين. هالشي واضح؟ أوكي؟ أوكي.
يعني بفهم من كلامك انه اهلك تركوا الشام ورجعوا على الضيعة. ايه. حلو كتير. وليش حضرتك ما رحت معه؟ شبنا دكتور، ما قلت لك انه انا ما بقدر اعيش برات الشام. صح نسيت. يعني نفسيتك تمدنت تماما. عفوا؟ لا بس قصدي انك تخلصت من رواسب حياتك الريفية. مهند شو عم تحكي انت؟ لسه في حدا بيفكر بهالعقلية؟ شادي كيف نينار؟ منيحة، عم تحكي وقال مبسوطة. ولك تعي يا عمري تعي. أهلا وسهلا. ولك تقبريني. أهلا وسهلا بالحلوين. ولك شرفتي. يا ميت سلامة. تمشي على رمشي وتهدي على خدي يا حق علي. فوتوا على باي بقلبي فوتوا قعدوا يا أهلين. امسكي يا عمري. هي بس إلك لبين ما زبط لك تبعيتك يا حياتي انت كمان. لك شرفت ولك أهلا وسهلا. هي من ناري لك نارتك أنا تقبريني. لحظة ونعود. ما كبري عليك يا حمدو. طولي بالك وانتي سمعك يا شريد. صراحة أنا وأمك خايفين عليك تكون عم تشتغل شي شغلة لا سمح الله بتستحي فيها. لا مو صحيح. لك ليش ما بتقول شو هي؟ لأنه شو؟ احكي. لأنه ما بعرف أخي. أنا صرت رجال وبعرف دبر أموري لحالي، فالله يوفقكم. حاجة تعاملوني كأني ولد صغير بدكم تمشوني دادي دادي. عود ولا ترفع صوتك، أنا لسه ما خلصت حكي. إيه بس أنا خلصت. صلاح ليك ولا والله العظيم إذا ما بتقول شو عم تشتغل. صلاح سكران بقصص شو سكتم شار الله حاج حاج بقى. ماشي أنا رح ريحك مني وما عاد أرجيك وشي بحياتي. صلاح جعلني جاح. صلاح أكيد الشركتين رح ياخذوا نسبة من الأرباح 50% لمدة 5 سنين ما؟ ايه. طيب وهي الخمس سنين رح تكون ابتداء من توقيع العقد لما من انتهاء المشروع. شباب زاهر لا تنسى انه نحن قلنا شهر موقعين العقد. شباب طيب انا ما اطلعت على البنود بالتفصيل. وشو دخل التفصيل اذا المشروع لسه بحيز التنفيذ وبده 3 سنين ليخلص. يعني 5 سنين اعتبارا من انتهاء المشروع. نعم من انتهاء المشروع. انسي روان الله يخليكي لايلي صرفي مع ابن خالتي. شو حكينا يا رجل؟ عم نستفسر لحتى نكون على ضوء. لك هذا الحكي اللي عم تحكيه ما بيحكيه مبتدئ بالتجاره،
اتصور يسمعك شي حدا ويعرف انه انت المدير العام تبع شركاتنا، شو بده يحكي علينا؟ اتصوري انسي روان عم يسأل زاهر انه الشركة بتاخد ارباحها اثناء تنفيذ المشروع ولا بس يبلشوا شغل؟ لا زاهر عن جد هيك ما لك حق. ايه لا بدك تصفي معه كمان؟ كنتي ناقصتيني؟ لك اخي لا رح تصف معي ولا منهم يحزنون. بعدين انا صرت قايل لك 100 مرة انا بجي لهون لحتى انسى الشغل. طيب اخي غلطنا ومنك السماح، وانتي انسي روان بسيطة فوق ما عرفتك على الاستاذ ملحق عليك الحق علي انا. شو قصدك يعني؟ لا لا ولا شيء ولا شيء، اسمعوا الموسيقى ظريفة. أنا بعزف شوية بيانو كمان. لا هيك أنا صار لازم أفهم موسيقى ورقص وإدارة أعمال، كيف زبطت معك؟ زبطت لأنه البيانو والرقص هدول هواية بعملهم لأني بحبهم، وإدارة الأعمال هي دراسة لمحاولة كسب العيش من خلاله. حلو حلو كتير، بس ما قلتي شلون زبطت معك دراسة علمية مع هوايتين فنيتين، وحدة شفناكي مبدعة فيها والتانية ما بعرف الله أعلم رح تبدعي أكتر. وين الغرابة بالموضوع؟ من الرقص والعزف إلن علاقة قوية بالعلم. خد البيانو مثلا أو الموسيقى بشكل عام، هي عبارة عن رموز وإشارات كتير قريبة من الرياضيات. مزبوط؟ مزبوط. وشو من شأن الرقص؟ لا الرقص علاقته أقوى بالفلسفة. الفلسفة؟ إيه طبعاً، لأنه حتى تعرف تحس بالموسيقى وتترجم هذا الإحساس من خلال جسدك فهذا بيعني أنك عم تعمل شيء له علاقة بالفلسفة. شلون؟ لأنه بيتطلب منك تكون فهمان مشاعرك وأحاسيسك وإنفعالاتك وعلاقتها مع أعضائك الجسدية مشان تعرف شلون بدك تنقل إحساسك من الموسيقى للجسد، وبالتالي بتنخلق عندك لغة جديدة اسمها لغة الجسد. هاي اللغة بتخليك تنقل الإحساس اللي عم تحسه للي عم يشوفوك. الله الله، اسمحي لي اقول لك يا انسي روان انه انا معجب كثير بحكيك وتفكيرك. ميرسي كثير استاذ. هذا الحكي كله ما بفيد، شو مشان الشغل؟ خلص انسي روان انت من بكره ان شاء الله بتعتبري حالك مديرة المكتب. شكرا. اها هذا الحكي اللي بيصير. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، انت الطريقه اللي كنت عم تحكي فيها ما فيها اي احترام او تقدير، لا لمشاعره ولا لمشاعري حتى. نرمين انت ليش حساسه هالقد؟ يعني الموضوع اقل من عادي، بعدين الزلمه ما انزعج، ولو فعلا انزعج كان عبر عن هالشيء. يا مهند اذا شادي سكت وما حكى فهذا لانه هو بيحترم حاله اولا، ولانه بيحترمني، ولانه قايم اعتبار انه هي اول مره بتلاقى انت وياه فيها، بس هذا ما بيعني ابدا انه هو ما انزعج منك او انه كان موافق على الحكي البلا طعم اللي كنت انت عم تقوله كل الوقت. طيب نرمين انا اسف وانا مستعد اني اروح. بس يا مهند انا ما بديك لا تتاسف ولا تعتذر ولا شيء، انا بديك بس ترجع وتراجع حالك وتشوف اذا كان التصرف اللي عملته مقبول ولا لا. يلا مهند تصبح على خير. نرمين شادي انا كثير اسفة على اللي صار. حبيبتي ما صار شيء بيستاهل انك تتاسفي من شانه. شلون يعني ما صار شيء؟ والكلام اللي برا طعمي واللي ما بطله مهند طول القعده هذا شو؟ يا ستي حكي الدكتور ابن خالتك، حرام الواحد ينحر من شانه لانه صادر عن شخص مريض على قد ما له دكتور.
عجبتني هي أدماره دكتور. المهم على كل أنا ما سكتت له أبدا وسمعته كم كلمة سمت له بدنه. إيه خلص بقى، لكن لشو هالانفعال؟ لأنه ما بتتخيل قديش وترني وعصبني. مو معقول بقى قال سوقه، لكن اللئيم بيستغل فرصة أنه عم بشوفك لأول مرة وأنه هو متأكد أنه أنت ما رح ترد عليه بيقوم بيسوق فيها. حبيبتي خلص بقى شيلينا من سيرته، أنت ما هيك ملاحظة أنه أخذ أكثر من حقه؟ طيب حبيبي والله معك حق. هلأ قال لي أنت شو بدك تساوي؟ يا مهند، إذا شادي سكت وما حكى فهاد لأنه هو بيحترم حاله أولاً، ولأنه بيحترمني، ولأنه قايم اعتبارنا هي أول مرة بتلاقى أنت وياه فيها. بس هذا ما بيعني أبداً أنه هو ما انزعج منك أو أنه كان موافق على الحكي البلا طعم اللي كنت أنت عم تقوله كل الوقت. طيب نرمين، أنا آسف وأنا مستعد أني روح بس أعزف. يا مهند، أنا ما بديك لا تتأسف ولا تعتذر ولا شيء. أنا بديك بس ترجع وتراجع حالك وتشوف إذا كان تصرف اللي عملته مقبول ولا لا. يلا مهند، تصبح على خير. نرمين، thank you.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله طيب حبيبتي الرجال جاي اليوم شو نقول له؟ نقول له مو موافقين على الصفقة شو بدنا نقول له يعني؟ لك لا يا منى هاي صفقة كتير مهمة وحرام نفوتها بعرف هالشي بس شو أعمل إذا ميزانية هاي السنة ممكن تغطي صفقة بهاي الضخامة خصوصي إنه آخر ثلاث صفقات استهلكت أكثر من ثلاث أرباع الميزانية طب ليش ما متدين من عمي؟ مصطفى حلك تفهم إنه شغلنا ما له علاقة بشغل البابا أبداً بعدين فكرك هيك صفقة ممكن تكون مرقت لعنده قبل ما تجي لعنا؟ أكيد شافها وشاف ما بتناسبه لذلك بعتلنا إياها طيب وطلعت بتناسبنا وما في سيولة إيه ما بيدفشنا هالدفشة اللي انتممها؟ مجد جهز السيارة فورا يلا مصطفى تعال لك خليل حبيبي بدك تنتبه كتير منيح الصفقات اللي مثل هاي ممكن كل كم يوم تنعرض علينا بشغلنا مو كل صفقة منيحة مناسبة ممكن ناخدها نحن بشغلنا عنا أولويات لذلك الله يرضى لي عليك بس يجي الحجي بتعتذر منه ولا تأسفي على شيء شغلنا الجايات أحسن من رايحات أوكي يلا الحالي لا تطول فورا صباح الخير يا صباح النور تسمح لي ضيف مديري فنجان قهوة؟ طبعاً أنا اللي بسمح لك رجعنا للدخان؟ بس هيك يعني بين الفينة والفينة يا طفية يا أمرك بس بعدها ماشي المهم يا سيدي امبارح خطرت لي فكرة واستغربت كيف ما فكرنا فيها قبل بمرة شو هي؟ هلأ نحن ليش ما بنعمل للمجلة موقع الكتروني على الانترنت؟ هلا مثل ما بتعرف نسبة القراء اللي بيقروا على الانترنت اكثر بكثير من اللي بيشتروا المجلات ما بعرف ما عجبتك الفكرة؟ لا لا بالعكس فكرة معقولة كثير بس لك شو بنا مراد شو في؟ لا لا ما في شيء شلون ما خطرت لك لهلا؟ شو بعرفني؟ أساساً هي مو فكرتي مبارح شفت واحدة رفيقتي عندها مكتب لتصميم المواقع الإلكترونية وهي اللي ذكرتني بالموضوع منيح معناتها أنا اليوم بدي أشوف الأستاذ خالد إذا وافق بتحكي لنا دغري مع هاي شو قلتي الاسمها؟ على فكرة أنا ما قلت لك لسه اسمها اسمعشي اسمها ريم طيب إذا وافق بتحكي لنا مع مع ريم مشان تعمل لنا موقع للمجلة ماشي ماشي طبعا يا حاج العرض ما عليه اي كلام بس للاسف حظنا سيء نحن بهالفتره مقررين ما نفوت بهيك نوع صفقات قلنا بدنا مركزين بس على مواد البناء ايه استاذ مصطفى بس القطع الالكترونيه بهالايام
سوقة مثل الذهب. وبعدين هاي الصفقة نسبة الربح فيها تقريبا 300%، يعني القطعة رح نجيبها من الصين بتراب المصاري، وخلال شهر هون ما حدا رح يقدر يوقف بوشنا بالسوق أبدا، لأنه السعر اللي جايبينه ما حدا بيجيبه. أنا معك يا حاج، بس المشكلة مو عندي، المشكلة بسياسة الشركة بهالفترة. يعني المدام منى بتشاركك بنفس الرأي؟ للأسف إيه، مع العلم إنه المدام منى عاجب العرض كتير. يلا سيدي بعود الله، خيرة بغيرها، بس الله وكيلك، لو ما كان المبلغ أكبر من طاقتي هلأ ما كنت قبلت يشاركني فيها حدا أبدا. يا سيدي بكل الأحوال تشرفت بمعرفتك. الشرف إلنا يا حاج، وبكل الأحوال بعتذر من حضرتك، وخيرة بغيرها يا سيدي منعوضها بشغلة تانية. ولا يهمك، بصراحة أنا ارتحت لك كتير وحاسس إنه بدنا نعمل شغل سوا. إنه هلأ بعدين. شو خير أستاذ مصطفى، في شيء؟ حاج بدي أسألك، أنت مستعجل شيء على الصفقة؟ لا أبداً، استعجال ما في، بس يفضل إنه ما نتأخر. طيب يا ريت تترك لي إياها كمان يومين، لأنه ممكن لاقي لها تخريجة. ليش لا؟ أنا بتمنى، ومثل ما قلت لك أنا حبيتك وارتحت لك كتير، وإذا منكون شراكة أحسن ما شارك حدا غيرك. قول إن شاء الله. يا سيدي إن شاء الله، الله بيسر. هلأ بستأذن أنا. شرفت يا حاج، وأهلا وميت سهلا، ونضل على تواصل. أكيد بخاطرة. مع السلامة. ميسرة يا حاج، الله معك. لميس طلبي لي المحامي فادي. البيت مكركب عم رتبه، انت شو عم تساوي؟ يبرق وكوسه محشي، واكيد في تحتن عصايص، ما هيك؟ ايه طبعا، الاكله بلاهم مو طيبه. ايه بس بصراحه هي اسمها خيانه. وين الخيانه اذا قلت لك اني انا عازمتك على الغداء؟ يا ستي يبدو انه الخيانه راح تكون من طرفي انا، لاني بصراحه ما راح اقدر اجي. ما راح تقدر تجي؟ شو في عندك؟ ولا شيء، بس يعني خلاص لا بس ولا شيء. نحن ما راح نتغدى لحتى تجي، واذا بتقول لمراد جيبه معك بنكون نحن كثير سعداء. الله وكيلك، ما بشوفه مثل الخلق، بيطلع من الصبح ما بيرجع لاخر الليل. قصتني نار ما هيك؟ ما بدي وجع لك راسك هلا، قولي لي لشوف شو مشان الغدا. غدا ما رح نتغدى مثل ما قلت لك لحتى انت تجي، اتفقنا؟ اتفقنا، ومشان ما عطلك اكثر من هيك رح اقول لك خاطرك. الله معك، مع السلامة. قولك ما بيخاف علي ما هيك؟ لو كنت مطرحي شو كنت بتعملي؟ ايه استاذ مصطفى، انتوا عملتوا حصر ارث بعد وفاة الوالد الله يرحمه؟ لا. طيب في ورثة غير انت واخواتك؟ لا الحقيقة ما في، بس نحن. معناها ما في غير تخريجة واحدة، لازم يوقعوا لك اخواتك على تنازل تقدر على اساسه تتصرف بالعقار. تفضل. تفضل استاذ. تسلم وليدي. تأمر شي تاني استاذ؟ لا سلامتك، بس سكري الباب اذا بتريدي وانت طالعة. حاضر. شكرا. قلت لي ما في تخريجة تانية للموضوع؟ قانونياً ما في غير هذا الحل، لأنه أي تصرف بالعقار رح يكون بحاجة لحصر إرث. طيب إذا أمننا هذا التنازل، القصة بتاخد وقت؟ أبداً، يومين ثلاثة وبتكون له راجازة. طيب، بدك تشوف لنا تخريجة لهذا الموضوع، لأنه حسب ما عرفت أنه أنت اختصاصي بهي التخريجات. ولا يهمك أستاذ مصطفى، بالقانون ما في شيء مستحيل، مثل ما بيقولوا
وضعت القوانين للتحايل عليها. معناتها اتفقنا. تفضل كمل قهوتك. شكرا. حلو كثير. يعني مباشر فيها؟ فورا وبدون تردد. طريقة النشر الالكتروني ما حدا في بيجاهلها اليوم. معناتها انا من بكره رح بلش حضر للموضوع. عن اذنك هلا. الله معك. في شي مراد؟ لا رح اروح بالاذن. الو مرحبا انسي روان. لا لا ماشي الحال الحمد لله. شو عندك هلا؟ طيب فيني بعزمك على الغداء؟ طيب بعد ساعة. شكرا. باي باي. شركة النور. نعم. شو لساك زعلانة؟ إن شاء الله خير. شلونك؟ الحمد لله. بفهم من نبرتك إنه لسا أخدي على خاطرك؟ لا أبداً الموضوع انتهى. أكيد؟ أكيد. يعني بكافة الأحوال أنا كنت عم أتصل مشان أعتذر. ما في داعي مهند. يعني قلت من يومتها لهلأ لا حكيتي ولا بينتي، فقلت أكيد بدك تكوني زعلانة. كل القصة أني أنا هالكم يوم مشغول كتير والشغل لفوق راسي. منيح؟ طيب معناها أنا رح أحكي مع خالتي وبلغها أني قبلت عزيمتها. عزيمة شو؟ هلأ هي حكت معي من شوي وعم تعزمني على أكلة يبرق، وأنا ما كنت أعطيها جواب لحتى أعرف أنت شو رأيك. رأيي بشو مهند؟ ما عم بفهم عليك. قلت لحالي بجوز لسه لهلأ تكوني ما حابة تشوفيني مثلا. لا 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 أهلا وسهلا فيك بأي وقت. طيب معناها ملتقى الغدا؟ خير إن شاء الله. باي. هيك انت عيني. انا راسي يا معلم، بس بعد المؤاخذه يعني ما تزعل. من شان الحساب شو؟ شبان عبود المسا بيكون عندك معلم مروان اكيد. ولو شو ما في ثقه؟ ما يكون ما في ثقه. اعوذ بالله، انت والمعلم الكبير على راسي من فوق. هيك انت عيني. اهلين معلم، على راسي حارتك والله. بدي اسالك سؤال. مور معلم. اولادنا جايين عندك اليوم؟ اه جايين الاولاد ولا؟ جايين معلم. جايين معلم جايين. حلو. سيك سطوف. عبود اسمع منيح، تعطيهم هاي البضاعه للشباب ولا كانه شيء تغير؟ استبينا؟ ايه معلم استبينا، بس يعني لا تبسبس بياكلوك الكلاب. وجب معلم وجب. تشاو. الله معك. إلع لجون إلع. يا ميت أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضلي. ما في شي من قيمتك. شو هاد؟ متعة سماع جديدة. عبد الوهاب. لا اليوم رح نسمع الشيخ سيد. سيد درويش؟ هو بعينه. يا عيني عليك، يسلموا ايديك، كلك ذوق. تسلمي. اهلين مهند، فوت فوت. مرحبا دربين. اهلين، فوت تفضل.
جابر؟ مين جابر؟ هلا بتعرف عليه بعدين فوت تفضل. مرحبا. عليك خالتو. ليش تأخرت؟ كان عندي مريض اضطريت اني اتأخر. الله يعطيك العافية. الأستاذ جابر أعز صديق عنا. أهلين. دكتور مهند ابن أختي اللي حكيت لك عنه. أهلين وسهلين. شلونك دكتور؟ كويس ماشي الحال. طيب أنتوا تفضلوا ارتاحوا وتعرفوا على بعضكم لبين ما نحن نجهز الأكل. ماشي. يلا ماما يلا حبيبتي. تفضل تفضل. تفضل سريع. شو دكتور؟ شلون شايف الشغل هون؟ كويس. أكيد عنا نسبة أمراض بتكفي الدكاترة كلياتهم. وأكثر. أنت شو بتشتغل؟ أنا حاليا متقاعد. إي واضح، بس يعني بشبابك قصدي شو كنت تشتغل؟ كنت صايع. بتمشوا من هون لعشرة أيام ما بدي شوفك ولا اسمع صوتك. انت مفهوم ولا بنشرح اكتر؟ مفهوم مفهوم معلم. وصينا سلامتك. بتمشوا على جنب وبتاخذوا حذركم. اوكي بسرعة بدنا نجي حل القهوة. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. الله معكم. لك شو قصته هاد اليوم؟ شو بيعرفني؟ الله يستر. لك امشي هلا. الله ايه هيك ها الواحد تفتح نفسه على الاكل. يسلموا ايديك على الشريط. يسلموا ايديك. انت انت اللي طبختي وانت اللي تعذبتي. ما هيك نرمي؟ والله معك حق، بس كمان حضرتك بتستاهل الشكر على الشريط الحلو اللي عم تسمعنا. لا اذا كان هيك معناتها لازم تتشكري سيد درويش، لانه لو ما كان هو عبقري انا ما كان طلب ايدي شيء ابدا. ها اسمعوا الاغنيه. يا سلام اغنيه بتاخذ العقل. بتعرفيها؟ طبعا. طيب بتعرفي شلون طلعت معه؟ ايش في لها قصه؟ يا ستي في روايه عنها بس ما بعرف قديش مزبوطه، لكن بعتقد انه صحيحه. قال كان سيد درويش بعرس، وعرس بتعرف هذيك الايام يعني ما كان مختلط، كان يحطوا نسوان لحال ورجال لحال، يعني حرم لك وسلم لك. بعد ما خلص اول اغنيه سمع صوت ضحكه حلوه كثير من جناح النسوان، ما عاد يقدر يقاوم الا بده يعرف صاحبه الضحكه هي. قام تناوق من فتحه صغيره من الستاره هي الموجوده بين الرجال وبين النسوان، وشافها، شاف صاحبه الضحكه. هو شافها فرط بأرضه وطار عقله واحتار كيف بدي يعبر عن أعجابه. أي طريقة ما بيعرف. قام مسك العود وبلش يدندن وطلعت معه كلمات الأغنية هي واللحن بشكل ارتجالي. معقول هيك يعني بهالسرعة؟ يا عمو يا نرمين، نحن ما عم نحكي عن شخص عادي، لا نحن عم نحكي عن شخص عبقري. مات وعمره 31 سنة وترك وراء إرث موسيقي غير مجرى الموسيقى العربية كلها. هلأ عن جد هو ما عاش غير هيك؟ عن جد مات شاب بعمر الورد. لا لأنه أنا كل ما أسمعه يعني ما بتخيله الختيار من فوق الستين. يعني هلأ يلي فوق الستين صاروا ختيارية؟ أسفة عمو والله ما قصدي، بس أنا كنت مفكرته عاش كتير يعني وما عمل هالشيء إلا بعد خبرة طويلة. ماما النجاح نوعين، نوع بيجي نتيجة شغل وتعب، والنوع الثاني نتيجة عبقرية استثنائية، وهي تقريباً بتجي كل 100 سنة مرة. مظبوط. شو رأي الدكتور؟ ها؟ إيه مظبوط. كأني الدكتور مو مبسوط بالحديث. صحيح خالته؟ بصراحة لا، يعني أنا مالي لا بالموسيقى ولا بالأغاني ولا بهي الشغلات كلها. يعني
ما بتسمع شيء؟ صدفة. غريب. وين الغرابة؟ يعني اللي بعرفه انه الاطباء ميالين لانه يسمعوا موسيقى لانه بتريحهم بالشغل. صحيح، حتى انا سمعت نبره صارين عم يستخدموها بالعلاج. ايه ممكن في هيك شيء، بس انا مزاجي علمي وعملي وما عندي وقت ضيعه بالسمع نهائيا.